مباراة الترجي ريدي التونسية دولة من فريق الملعب التونسي في الجولة الثالثة المؤجلة من الدوري التونسي لكي تجد المباراة مع فضلاً فضل التطبيق زر لكل شراء بالغناء وشكرا لكم مسبقا ملعب الذي سوف يستضيف المباراة ملعب استاد حودي نوفير لوباردو توقيت المباراة سوف يكون في الساعة الثانية مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة مساء بكل من جوقة قطر والسعودي والامارات اما القنوات الناقله للمباراه القويه والهامه اليوم موقع الرسمي للملعب التونسي الناقل الحصري لهذه المباراه نتمنى لكم فرجه ممتعه ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناه وتفعيل الخاص ترزات على لكي يصل مواعيد وتفاصيل المباريات القويه والمقبله ونضمن لكم موعد في موعد قادم